10,000؟ فقط 10,000 لا غير. 10,000 شو؟ ها؟ 10,000 ليرة سورية عدا ونقدا. اه وانت يا ابو فايز شو رحلك؟ 25,000 ليرة سوري سيدي. سوري مو دولار. ايما بدنا نشوف وين الآلة الحاسبة. يا 700,000 يعني وتقدر قيمة المسروقات ب 700,000 ليرة سوري. سيدي لا تنساني 25 ليرة تبعي. ها عم تتمسخر علي يا ابو كيروز؟ لا سيدي انا كنت هون من الزاوية تحت. وين تحتي يا هلا بعدين ما محرزة يا اخي. لح شو مو محرزة انا ما معي غيرها يا اخي كنت اجيبها لوقت الدين. لك هلا بدي عيد المحضر كل مال 25 ليرة تبعك. مسيك شوف تعال هاي 25 ليرة مني وخلصني بقى. وين هاي مسيك؟ سيدي بكره بس ترجعوا المسروقات انا برجع لك اياها ولا بدي مني تعال. يا اخي مسامح ما مشكلة روح شوف مين عم يدق الباب. وليش يا سيدي الشرطة الشرطة اجت الشرطة. ما حتقعد عايل انت والله توي هذا انت لك ابو رباح خير شو فيه؟ هذا متهم اعترف انه سرق هذا البيت. هذا هو اللي بيوقف النسر على شواربه سيدي. انا فرجيك كيف بيوقف النسر. يا اخي يا اخي منيح ومركب شوارب نسر؟ ابوك يا الشوارب العيله رجع لي ولا 25 ورقه تبعي